أحسن الله إليكم. يسأل هذا السائل فضيلة الشيخ عن صحة حديث الدعاء بعد ظهر الأربعاء مستجاب، هل ورد فيه شيء؟ نعم، ورد فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا في يوم الأربعاء فاستجيب له، بينما كان يدعو قبل ذلك ولم يستجب له، فدعا يوم الأربعاء فاستجيب له. فالدعاء يوم الأربعاء بناء على هذا الحديث مع حسن النية إن شاء الله مظنة الإجابة، وإن كان الدعاء الباب مفتوح للداعي في كل وقت من ليلة أو نهار، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولم يحدد يوما معينا أو ساعة معينة. نعم.